الله. الحديث متفق على صحته، جاء بألفاظ لا تقيم الصلاة على صلاة إلا المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، بخلاف إذ ظرف لما مضى من الزمن. معنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أي فلا تصلوا إلا المكتوبة، معنى لا تنشئوا صلاة غير المكتوبة. فهذا رد على فقهاء الأحناف، حيث يدخل الحنفي ولمن يصلي الفجر، ثم يؤدي الراتبة ولمن يصلي، لعلى اعتبار أن الراتبة واجبة ثم يصلي. وهذا الحديث قيل أيضا في رجل من الصحابة كما في مسلم، لفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنص قام رجل فصلى، قرأ الصبح أربعة، أنكر عليه. وليس معنى هذا الحديث أن من شرع قبل الإقامة ثم قمت أن يقطعه، هذا لا دليل عليه هذا الحديث، والسياق لا يساعده، وجمع طرق الحديث يؤيد هذا. فهذه المسألة إذا صلى ثم قمت نبني على باب آخر، لكي يترتب على إتمام الصلاة تكون النافلة ليؤدي الركعة الأولى، أما إذا كان يستطيع أن يؤدي باقتصار على أقل الواجب، وأن ينهي النافلة قبل أن يركع الإمام الأولى، فإنه لا يقطع النافلة أبدا، لأنه لا دليل على قاطع النافلة، لا دليل على قاطع النافلة، وحين يؤدي النافلة بالاقتصار على أقل الواجب. أما إذا رأى يقطعها على قول يقول يقطعها، لا يلزم السلام، لأن الرواية الواردة في السلام ضعيفة، هو إذا قطع السلام في سلام السلام لا يغني عنه من الله شيئا، لأنه سلم قبل إتمامه، بالتالي يكون سلامه